من أمس واليوم متابع التواصل الاجتماعي، ليش ما يترحمون الذولة الأبطال المجاهدين الأحرار اللي عافوا عوائلهم وتيتمت أطفالهم على مود من؟ على مود أمان الوطن، وهم ما عندهم شبر بالوطن. ذولة استشهدوا البارحة، ذولة الأبطال المجاهدين الأحرار الشهداء، ذولة استشهدوا البارحة. أتابع التواصل الاجتماعي، القنوات هالسريد تقول القنوات مدعومة من أمريكا من الخليج، ما تنشر ذولة الأبطال. أنتم جماعة الصفحات الجروبات، ليش ما حد يترحم لهم؟ لو سياسي فاسد ناقص غيرة ما عنده ما سويتوا ترند، لو بلوغر عاهرة ما نشرتوها وسويتوها ترند، ليش؟ ذول شهداء، ذول الأحرار، ذول الأبطال عافوا عوائلهم، عافوا إخوانهم، عافوا أمهاتهم، عافوا زوجاتهم ترملت، عافوا أطفالهم راح ظلت لوغد بالشارع أخرب بيتي. ليش ما حد يترحم لهم؟ شعب ما يترحم الشهداء؟ ليش بس للبلوغرات تترحمون؟ بس إذا مات سياسي ناقص غيرة وشرف تترحمون له؟ ليش ذولا ما لهم حق عليك؟ ولك مو انت نايم الخايس المعفن، وذولا يضحون بأنفسهم، ذولا يضحون بعوائلهم. تدري ذولا ماتوا؟ ثق بالله وانا على يقين من هاي، ذولا ماتوا ما عندهم شبر بالوطن ملك. ذولا استشهدوا، ذولا الأحرار الأبطال المجاهدين، ذولا أصحاب علي بن أبي طالب، ذولا شهداء أتباع الحسين، ذولا أصحاب الفتوى، ذولا أصحاب الشهادة، ذولا أصحاب الضمير الحي، ذولا أصحاب الدفاع عن الوطن بأمانة وصدق وإخلاص. ليش ما حد يترحم لهم؟ ليش؟ شنو السبب؟ غم بقصته الما يترحم الشهداء وطنه، وإلا هم فخر الوطن، والله العظيم شجاعة الوطن، غيرة الوطن، ناموس الوطن. ليش ما حد يترحم لهم؟ غم بقصته اللي ما ينشرهم، غم بقصته اللي ما يترحم لهم. ألف رحمة ونور، والله احنا نريدكم انتم تدعونا هناك، تتوسطونا عند رب العالمين يغفرنا، لان انتم شهداء احرار، فدوى لهاي القصص، فدوى لهاي الوجوه. يا 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 حبيبي.